يعلم الله أني إذا فصلت واحد أني أبكي بعض الأحيان. أنا ما أتمنى أني أفصل واحد، أنا ما أفتخر أني أفصل واحد، لكني أفتخر أني أبعده لئلا يقع في شيء أكبر ويتورط هو. يعني ظنك أنا مبسوط، أنا أتمنى ولاة أمرنا جزاهم الله خير وخادم الحرمين الله يطول عمره ولي العهد الله يديم عزه ويحفظه ويبارك فيه يعملون الليل والنهار من أجل إعطاء المواطن العمل اللائق به واللي يستحقه وإيجاد وظائف التي تكفل له رزقه. فنجي إن نقول لا إن نتمنى، لا بالعكس نتمنى أن لا يوقف أحد، لكن هذه وظائف بالمكافآت. إذا أخطأ واحد وجدنا أنه قد يضر الناس أو يضر نفسه أن نستغني عنه، نأتي بواحد بدلا عنه. يعني ما بعدناه جبنا واحد يستحق أنه يعمل ونجربه بعد. فلا تتوقع أن نفرح أنه يطوى قيد أحد، لا والله يسيئنا ويؤلمنا.